أحمد التباع هيقتحم عالم السينما، خبر انفردت بيه كاميرا اتفرج. هبة، أيوه، انت فين يا حبيبة قلبي؟ ده أنا هتجنن عشانك. شارك في فيلم حاجة زي كده مع السوكي؟ بيقولوا إيه بقى؟ هما اتصلوا بيا، انت اللي اسمه محمد عمر اتصل بيا قال لي أبعت لك عربية تجيب لك مبلغ وقبل ما نحضر في يومين تصوير. قال لي نجيب لك صافي نار وتصور معاك. بقول لك ايه الفيلم بيحكي عن ايه؟ لا ما قالوليش. والمصحف لو عايزاه في شوية اجيبهولك واخليه يطلقك. هو مش مطلقك يا هبة؟ ايوه طلقني. طيب ما تقلقيش بقى طول ما انت هتعرفي يا احمد. ما تقلقيش، انا عندي طبنجة وخلي اللي هو شرطة، خلي اللي هو في امن الدولة. هم اللي جابوا سعيد القوى وحنبلة وكل دول وابو الصدام مجنون شيبه والساديه مسوده وهو انا شفتهم هناك في دوت مصر جاردن سيتي. فوجئت بيهم فوق في الشركه زيكم شركه دوت مصر. انا نفسي اشوفك يا هبه لان انا محتاج الخدر الحنون اللي يعوضني. ما كانوش قايلين لك انت جاي عشان تتكلم في ايه؟ لا قالوا لي عشان مكالمه هبه وجوني اسكندريه العجمي زي العربيه اللي جابتكم بتاعتكم دي كده. جوني اسكندريه وراحوا لابو الصدام السنبلاويين جابوه عشان يدوله فلوس وجا بقى تاني يوم. رحت لهم بقى لما بعتوا لي فلوس على طريق البريد ورحت لهم جاردن سيتي شارع عائشه بالتيموريه عند فندق فور سيزون. اسمه فندق سيزون فور سيزون. انت كنت عاجبني غصب عني. فندق فور سيزون. سيزون بتاع طلعت مصطفى. عارفه انا قبل ما ابقى سواق يا هبه ما عندكيش فكره، انا كان عندنا 5 قطش بمقطوره يا هبه، كانت السلاحف الجمزيره الذهب والنسيانات وخمس عربات ملاكي. بقول لك 5 عربات بمقطوره جرار بمليون جنيه يا هبه. ما كل ده فين يا حبيبي؟ ده المؤمن يا هبه بيتخبى ابن بيت الظالم.